بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في المقطع اللي انتظروه كثير من الناس، اللي هو بعنوان التدريس الجامعي ما له وما عليه، ضمن مجموعة بتاعت مقاطع بنتكلم فيها عن تجارب وخبرات وأماكن. طبعا أنا أخرت كثير تسجيل المقطع ده، حقيقة سجلت البروفة بتاعته من شهر أكتوبر اللي فات، شهر 10 2021، لكن انتظرت لحد بداية السنة دي، وأنا بكلمكم من مارس 2022 على أساس إني أشوف في يعني تغييرات وزياده في المرتبات وكده، زي ما نيجي حاجه نشوف في الدقائق الجايه. طيب انا مجمع مجموعه بتاعت نقاط قدامي هنا في اللابتوب، وان شاء الله حمر خلالها يعني النقاط اللي واضعه دي، واقول عليكم اللي حنتكلم فيها. اول حاجه حنتكلم عن التدريس الجامعي، حنتكلم عن المسمى الوظيفي، تمام، حاجه يعني في بعض الناس ما عارفينها. حنتكلم عن انواع التعاقدات، بعد ذلك حنتكلم عن الدخل الشهري بالنسبه للحكومي والخاص، ودي حاجه مهمه شديد يعني كثير من الناس بيسالوا منها. وكذلك هنتكلم عن الإيجابيات بشكل عام والسلبيات بتاعة التدريس الجامعي في السودان. وآخر حاجة هنتكلم عن سؤال بتاع حل التدريس ولا الشغل بتاع الكلينيكال بالنسبة لأخوان الأطباء. لكن الآن أنا هتكلم بشكل عام عن كل التدريس الجامعي في السودان، تمام. وطبعا أنا خبرتي دايما في المجالات الطبية، فلكن إن شاء الله ممكن نعمم الخبرة دي على كل التدريس الجامعي في السودان. طيب أنا الآن بصور المقطع ده من داخل القسم بتاعنا في الجامعة، لكن ما هقول لكم أي جامعة لأنه قد يكون هنا في كلام سلبي، لكن إن شاء الله حنجي نمر عليه بشكل تفصيلي بإذن الله في حاجة بتاعت 15 دقيقة أو أقل. طيب أولا نبدأ بالمسمى الوظيفي. المسمى الوظيفي عندنا 5 مسميات وظيفية بالنسبة للمدرس الجامعي. عندنا مساعد التدريس، عندنا المحاضر، عندنا الأستاذ المساعد، الأستاذ المشارك، وعندنا الأستاذ الدكتور أو الأستاذ. طيب بالنسبة لمساعد التدريس أو التيشنج أسيستنت أو سمو تي اي، وده هو زول خريج بتاع بكالوريوس طبعا بمرتبة شرف، وبيجوز له طوالي يعني بعد ما يقبله ويقدم قبله في الجامعة، فبالتالي بيصبح شنو، بيصبح مساعد تدريس، تمام. بعد ذاك الوظيفة اللي بعدها درجة المحاضر، ودي دائما بتتطلب حصولك على درجة البكالوريوس، سوري، درجة الماجستير في التخصص المعين اللي انت فيه، تمام. طيب بعدها في درجة الأستاذ المساعد، تمام، او الاسيستنت بروفيسور، تمام، او البروفيسور المساعد زي ما بعضهم يعلقوها في العيادات، انا ما عارف عشان دارين يجيبوا زباين ولا حاجة، لكن دي بمجرد حصولك على درجة الدكتوراه سواء كان بي اتش دي او ام دي او غيرها من الدكتوراه، وتحصل على درجة الأستاذ المساعد، تمام. وللاسف كثير من الناس بيقفوا في الدرجه دي، تمام. طيب بعد درجه الاستاذ المساعد، بعد ذلك بتجينا درجه الاستاذ المشارك، وبعد ذلك دي بتتطلب الاتي: بتتطلب حسب قانون لائحه التعليم العالي لسنه 2016 اللي طلعت عليها، بتتطلب 5 سنوات خبره، تمام، وعدد 4 اوراق منشوره في مجلات علميه محكمه، واحده منها منشوره في مجله عالمية، تمام. طبعا في نوع ثاني من الترقية بسموه الترقية بالبحث العلمي، ودي بتتطلب فقط 3 سنوات بالإضافة ل 8 أوراق، منها 2 منشورات في مجلات عالمية، طبعا كلها تكون منشورات في مجلات يعني علمية محكمة. أو في ثاني نوع من الترقية اسمها الترقية بالخدمة الطويلة الممتازة، ودي بتتطلب 10 سنوات خدمة بالإضافة لورقة واحدة علمية منشورة. طبعا بعد ذلك طالب زول بيصبح أستاذ مشارك أو أسوشيت بروفيسور أو بروفيسور مشارك زي ما أي زول يحب يسميها. بعد ذاك عشان تترقى من اسوشيت بروفيسور لفول بروفيسور بتحتاج ل5 سنوات خدمه بعد الاسوشيت بروفيسور، و10 اوراق علميه منشوره بعد الاسوشيت بروفيسور، ثلاثه منها في مجلات عالميه، تمام، وكلها يعني تكون في مجلات علميه محكمه. طيب نيجي بعد ليه انواع التعاقدات. طبعا انواع التعاقدات، في التعاقد المشهور والمنتشر والكثير اللي هو الفول تايم، يعني تعاقد بدوام كامل، تمام، لكن حقيقة ما فول تايم زي ما حاجة أقول لكم بعد شوية، تمام. بعد ذاك في هناية التعاقد الجزئي، طبعا في ناس بسموه بارشيال، في ناس بسموه بار تايم، تمام، اللي هو التعاقد الجزئي بأنه تتعاقد مثلا ب 50% من الحمل اللود اللي بتاخده أو الحمل التدريسي وغيره، تمام، والمرتب بتاعك يكون 50% وقد يزيد، تمام، لكن يعني التعاقد الجزئي بيكون في الغالب ب 50% من اللود، تمام. بعد ذلك ثاني في تعاقد بسموه متعاون، في بعضهم بيسموه بار تايمر، اللي هو التعاقد بتاع الساعات، تمام، بتشتغل بالساعات وبتاخد مقابلها شنو، مقابل مادي بيتحاسب لك في الساعه اللي انت شنو اللي انت بتشتغلها، تمام. تاني في انواع تانية من التعاقدات، في الاستاذ الزائر، في التعاقد بالكورس وغيره، لكنها اشهر انواع اللي هو الفول تايم والبارشيل والبار تايم والمتعاون او التعاقد بالساعات. طبعا بالنسبه للود او الحمل الوظيفي بتاعك، تمام،
بيبدأ من التي اي في حاجة بتاعت حوالي 16 ساعة تمام في الأسبوع، تمام ده الشغل اللي أنت مطلوب تأديه في داخل الجامعة، وبيبدأ يتناقص على حسب الدرجة الوظيفية إلى يصل لست ساعات في درجة الفول بروفيسور تقريبا تمام. فطبعا ده بيشمل ساعات المحاضرات وبيشمل الساعات المكتبية وغيرها تمام. طيب بعدين نيجي نفصل إن شاء الله في النقطة المهمة اللي هي حتة الدخل الشهري. طيب اولا خلينا نقسم الاثنين لحكومي وخاص، رغم انهم الاثنين قريبات بعض ما في فرق كبير. بالنسبه للحكومي الدخل طبعا موحد، انا جاي من وزاره التعليم العالي تمام، بيتراوح لمساعد التدريس في الرينج بتاع ال 15000 جنيه في الشهر. طبعا مساعد التدريس فيها تفصيل الف وباء وجيم على حسب الخبره بتاعتك، لكن بيتراوح من 15000 ل 25000 جنيه في الشهر تمام، بمتوسط ممكن نقول 20000 جنيه في الشهر. طيب المحاضر بياخد حوالي 30000 جنيه في الشهر، طبعا من المحاضر فوق برضو الخبره بتزيدك في المرتب، لكن الزياده في المرتب بتكون شنو؟ بتكون بسيطه تمام. فالمحاضر بياخد حوالي 30000 جنيه في الشهر، الاستاذ المساعد في التعليم العالي برضو بياخد حوالي 40000 جنيه في الشهر تمام، الاستاذ المشارك بياخد نهايات ال 40 ممكن نقول 50000 جنيه في الشهر، والاستاذ والبروفيسور بياخد حوالي 55 ل 60 يعني ممكن نقول 60000 جنيه في الشهر بالنسبه ل الاستاذ او البروفيسور تمام. طيب في التعليم الخاص بتتراوح النسبه وبتختلف تمام، هي اعلى شويه من الحكومي، لكن بتتراوح وبتفرق فرق كبير بين الجامعات تمام. طبعا في المرتب الاساسي وفي حاجه يعني ترعى جديده يعني على اساس انه ما يدخلوا بها يعني موضوع بتاع رسوم نهايه الخدمه وغيرها، فسموها المنحه، بعضهم يسموها الحافز وغيرها تمام، لكن انا حقول لكم الاجمالي تمام الرينج بتاعه. طيب بالنسبه لمساعد التدريس بتراوح ما بين 15 ل 30000 جنيه باختلاف الجامعه طبعا كويس. بالنسبه للمحاضر بيتراوح ما بين 25 ل 45000 جنيه في الشهر في معظم الجامعات، مع انه في بعض الجامعات بدات ترفع لحد 60000 جنيه في الشهر تمام. طبعا الخبره في الخاص ما فرق القروش فيها ما كثير، لكن الجامعات الخاصه نفسها هي شنو بتفرق في الدفع. الاستاذ المساعد بتراوح ما بين 35000 ل 65000 في الشهر، وقد تصل ل 80 او 90000 في بعض الجامعات لكن دي الغالبيه. بعد ذلك الاستاذ المشارك بيكون في حدود ال 70000 جنيه في الشهر، والاستاذ او الاستاذ الدكتور بيكون في حدود ال 90000 جنيه في الشهر. طيب تعالوا نحسب الحاجات دي، لانه احنا قاعدين نتكلم في وقت مختلف، تعالوا نحسب الحاجات دي ونقولها بالدولار تمام عشان الناس تفهمها برضو بطريقه افضل. طيب انا عشان اكون منصف هقول لكم اسعار الدولار بالسعر بتاع ال 450 جنيه اللي استقر لفتره طويله من الزمن تمام. فناخذ كامثله مثلا الاستاذ مساعد التدريس مثلا في التعليم الحكومي بياخذ حاجه بتاعه 15 ل 20 نقول 20 اللي هي حاجه بتاعه 45 دولار في الشهر تمام. الاستاذ المساعد بياخذ حوالي 40000 جنيه اللي هي بتساوي لها 90 دولار في الشهر، ده طبعا بالحساب بتاع الدولار قلنا في 450 القديم. والاستاذ المشارك الاستاذ الفول بروفيسور بياخذ حاجه 60000 حاجه حوالي 130 دولار في الشهر تمام. طبعا مرتبات ضعيفه جدا. لو حسبنا مثلا الاستاذ المساعد اللي هي 90 دولار دي لو حسبناها له بسعر الليله الدولار عامل حوالي 600 جنيه، هنلقى 66 دولار في الشهر. بالنسبة للتعليم الخاص نشوف مثلا أكثر فئة موجودة فيها تقريبا المحاضر، بنلقى إنه المرتب بتاعه اللي هي لو أخذناه بالمتوسط حنلقاه حوالي 75 دولار في الشهر تمام؟ ولو حسبناه بسعر الليل حنلقاه 60 دولار، ودي حاجة برضه شنو؟ حاجة بسيطة جدا. الفول بروفيسور اللي هو كنا بياخذ حدود 90000 جنيه فحنلقاه حوالي 200 دولار في الشهر. طبعا المرتب ده هزيل جدا مقارنه بدول ثانيه مثلا زي ما موجود في الخليج، يعني بنلقى انه المرتبات بتبدا من اقل شيء حوالي 1500 دولار في الشهر، وقد تصل ل 10000 دولار في الشهر مثلا للناس اللي هم فول بروفيسور تمام. وانا صراحه بس جاي اعرض حقائق، انا ما دار اخش في انتقادات وغيرها لان انا عايز بس يعني افيد، يعني عايز محتوى عشان اعرض به حقائق. لكن في بعض الجهات مثلا زي لجنه اساتذه الجامعات شغاله في موضوع زياده المرتبات، وبنسمع بين المره والثانيه انه ان شاء الله حتكون في زيادات، ونتمنى ذلك ان شاء الله يحصل في الفتره القليله الجايه. طبعا نجي بعد ذلك للحاجه الثانيه موضوع الساعات. موضوع الساعات برضه بيختلف اختلاف كبير، لكن عموما الساعات في الجامعات الحكوميه الريت بتاعها ضعيف جدا، يعني الحاجه اللي بتاخدها بالساعه ضعيفه جدا، لكن في الجامعات الخاصه بتكون كويسه. لانه كويسه للناس اللي بيشتغلوا في الشغل العملي البراكتيكال، سواء كان لابات او في شغل السكيلز لاب يعني الشغل الكلينيكال، وبتكون كعبه في حق منو؟ في حق الناس اللي هم شغالين في المحاضرات، لانه دائما المحاضره بتكون يعني ساعتين، لو انت بتحاضر ساعتين في الاسبوع بتكون شنو؟
الريت بتاعك بيكون ضعيف. عموما الرينج في الخاص بتراوح ما بين 600 جنيه تقريبا ل 1800 جنيه في الساعه، بمتوسط بتاع 1000 جنيه تمام في كثير من الجامعات. فال 1000 جنيه دي ممكن نقول انها بتساوي لها مثلا لو انت بتدرس محاضرات تمام، عشان نشوف انها بسيطه، مثلا بتدرس محاضرتين، محاضره ساعتين، بتدرس لك محاضرتين في اليومين في الاسبوع في 4 اسابيع بتعمل معك 16000، ودي مبلغ بسيط جدا. لكن انت لو بتشتغل مثلا في معمل في لاب في اليوم بس بتشتغل 6 ساعات، لو بتاخذ في 6 ساعات دي 6000 تمام، بتشتغل يومين في الاسبوع مثلا ممكن في 4 اسابيع تطلع لك حاجه بتاعت 50000، ولو زدت طبعا هتطلع معك برينج اعلى تمام. طيب حاجه دار اقولها، انه انا الرينج ده جمعته بشبه استفتاء، يعني سالت عدد من الجامعات تمام، عدد 2 جامعه حكوميه لكن الحكومي نفس السعر، وعدد حوالي 5 جامعات خاصه يعني استقيت منها الاسعار، ودي الحاجه شنو الموجوده موحده والناس عارفاها في السودان بشكل عام. طيب بعدين يتكلم عن الايجابيات والسلبيات بتاعة التدريس الجامعي في السودان. طبعا التدريس الجامعي بشكل عام من اهم الايجابيات فيه اللي هو يعني رساله التدريس نفسها، انه انت بتكون استاذ وبتحب الهناية الأستاذية والتدريس يعني، ودي يعني مهنة الأنبياء تمام، والتدريس يعني حاجة زي ما بيقولوا الشمعة التي تحترق لتضيء الآخرين تمام، وكاد المعلم أن يكون رسولا. فيعني عندها المهنة ذاتها عندها قدسية، مهنة التدريس نفسه، فما بالك لما يكون تدريس جامعي. بالإضافة لأنه عالميا شغل البحث العلمي يعني من الحاجات اللي بيمتازوا بها أساتذة الجامعات، يعني زي ما عارفين الأستاذ عنده وظائف التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع، فالبحث العلمي برضو من الحاجات المهمة شديد، لكن نحن خدتها مع السلبيات لأنه هنا في السودان بسيط تمام. من الإيجابيات برضو موضوع الخبرة، يعني كثير من الناس بيشوفوا دارين شهادة خبرة، لأنه شهادة الخبرة دي بتفيدك أول حاجة في الترقية من درجة لدرجة، والحاجة الثانية بتفيدك في الشغل برا، يعني أنت لو عايز تسافر برا تشتغل بيطلب عدد سنوات خبرة معينة، وفي كل سنة خبرة بيدوك شنو، بيدوك مرتب زيادة، والمرتب ده بيكون كثير جدا جدا كل ما شنو كل ما الخبرة بتاعتك يعني زادت تمام. طيب من الإيجابيات برضو أنت بتكون قاعد في بيئة تعليمية، فبالتالي ممكن شنو تعمل كثير من الكورسات والدورات وغيرها. في ايجابيات موجوده في التعليم الحكومي بشكل خاص، لكن في الخاص ما موجوده. الايجابيات الموجوده في التعليم الحكومي وبدت تقل يعني مع يعني وضع البلد الاني، لكن مثلا زي السفر لحضور مؤتمرات وغيره تمام، زي المعاش، التعليم الخاص طبعا ما فيه معاش، فيه ضمان اجتماعي بتاخده مره واحده بس بمرتب كل شهر، لكن التعليم الحكومي عنده معاش بتاخده طوالي تمام، يعني بشكل متواصل يعني. بعد ذاك في سكن جامعي مع قلته، يعني في بعض الجامعات هنا في الخرطوم عندها سكن جامعي، معظم الجامعات الولائيه عندها سكن جامعي، الحاجه دي في الخاص ما موجوده تمام. وكذلك مساله تعليم الابناء في المرحله الجامعيه برضه متاحه للناس للأساتذة الجامعيين تمام. طيب نجي بعد ذلك السلبيات، واضحة جدا من السلبيات، أهم سلبية اللي هي قلة الدخل، الدخل ضعيف جدا جدا تمام. لكن للأسف يعني في ناس يعني مضطرين نتعايش نحن مع الدخل ده، وبوريكم مع شوية الناس دي قاعد يعني أول نحن قاعدين نتعايش مع الدخل الضعيف ده كيف تمام. طيب نجي للسلبية الثانية اللي هي قلة الامتيازات، خصوصا في التعليم الخاص. طبعا ما في ابتعاد في الحكومة فيه، لكن برضو يعني بيمشي زول برا وبعد شوية بيبدأ مرتبه يكون يعني القروش اللي بيدوه عليه بسيطة وما بيتقضيه كده تمام، لكن الخاص شبه معدوم الابتعاث فيه مع ندرة شديدة جدا. التأمين الصحي في الحكومة الخاص ضعيف تمام بوضع البلد بشكل عام. من السلبيات الكبيرة جدا برضو قلة البحث العلمي ودعم البحث العلمي، خصوصا في طبعا في القطاعين العام والحكومي، نكون صريحين البحث العلمي ده هو أكتر حاجة بتطورك أنت كأستاذ، وخلونا إن شاء الله نتكلم عن موضوع البحث العلمي ده بتفصيل أكتر في مقطع تاني تمام. طيب نجي بعدين نقول إنه كيف الأساتذة الجامعيين بتخطوا السلبية دي، وكيف إنه بتعايشوا مع قلة المرتب. أول حاجة المرتب القليل ده يعني عموما إحنا عايشين في دولة دخل الفرد بتاعه ضعيف، فما بتحس بشنو، ما بتحس بقلة المرتب، لأنه عموما الناس مضطرة إنها شنو إنها ترخص الحاجات. ورغم انه الناس بتكلم عن غلا غلا غلا، لكن انت لو مشيت دوله مثلا مصر القريبه ده ومشيت الامارات وغيرها هتلقى انه في فرق كبير فعلا في القروش اللي انت بتدفعها. فهنا في السودان القروش دي بتمشيك، يعني انا ما بقول بتعيش لكن بتمشي. الحاجه الثانيه انه معظم اساتذه الجامعات بيشتغلوا في اكثر من جامعه، ودي حقيقه ومعلومه لدى الجامعات الحكوميه والخاصه، رغم انك في الغالب بتوقع على العقد انه ما تشتغل في اي مؤسسه ثانيه خصوصا اذا كنت شغال فول تايم، لكن بيكونوا شغالين فول تايم وبيضطروا انه يشتغلوا في محلات ثانيه، وبتعرف الجامعات بهم ومضطر انها تخليهم، لانه مقابلنا بديك شنو مرتب ضعيف، فانت ما حتقدر تمشي حياتك. يعني انت بتاخذ لك مثلا 40000 مضطر تشتغل في 3 جامعات عشان تاخذ لك 120000 تقدر تمشي منها حالك، او تشتغل لك في جامعتين عشان تاخذ لك
يعني 80,000. طبعا الحاجة اللي عندها أثر سلبي على جودة التعليم، على الساعات اللي بياخذها الطلاب، ما في ساعات مكتبية، الأستاذ من العربية للغاء، من الغاء للعربية وماشي، أو من الغاء لباب الجامعة ومواصلات زي حالتنا. المهم يعني حالة شوية صعبة، لكن يعني ما في شنو، ما في إلزام. غالبا التنسيق ده بيكون بين شنو، بين ناس القسم في الأيام نفسها. تمام. طيب نجي بعد ذلك السؤال الأخير، هل التدريس ولا الكلينيكال بالنسبة لأخواننا الأطباء بالتحديد؟ عموما يا شباب، عالميا الشغل بتاع المستشفى او الكلينيكال افضل من التدريس من حيث المرتب عالميا، لكن التدريس ميزته انه هو مريح، يعني ساعات اقل، اجازات طويله، امتيازات كثيره. لكن الكلينيكال او الشغل الكلينيكال خصوصا انت اذا ماشي من ميديكال لسيرجيكال، كل ما مرة تلقى انه القروش شنو بيزيد. في السودان الفرق ده بيكون كبير جدا ما بين التدريس وما بين شغل المستشفيات او الشغل الكلينيكال. تمام. عشان كده للاسف بتلقى انه ناس البيزك ساينسز، لان هم يعني حتتهم الوحيده الموجودين فيها الجامعه، بتلقاهم يعني بيخلصوا في رسالتهم وعدوها بصوره كويسه. تمام. ومع عدم توفر الريسيرش فبكونوا موجودين في الجامعه، وبتلقى ناس الكلارشيب او ناس الكلينيكال للاسف الا يعني من رحم ربي بتلقاهم بيميلوا عشان يعني يدخلوا حياتهم، بيميلوا على شغل العيادات وشغل المستشفيات وغيرها على اساس انه يقدر يحصل فرق الدخل بتاعه. ف اهم حاجه اللي انا عايز اقولها برضو كرساله، انت ركز على الانترست بتاعك، على رغبتك. تمام. ما تقول لي انه ده انا داير ابقى هنا كلينيكال ولا هنا، انت شايف نفسك في التدريس اكتر، تعال ابقى استاذ ودرس. تمام. شايف نفسك في شغل الكلينيكال اكتر، عندك انترست لانه واسع جدا المجال، برضو خليك في شغل الكلينيكال، وما بيمنع انك تكون كلينيشن وعندك شنو ساعات بتاعت شنو بتاعت تدريس. بعد ذاك الفرق بين البيزك ساينس والكلينيكال ساينس خلونا نقولها في مقطع ثاني. تمام. انا كده خلصت كل النقاط الرصيده اللي عايز اقولها، وفي النهايه ما يسعني الا اشكر كثير من الناس اللي ساعدوني في اعداد الماده دي. تمام. بخصهم بالذكر الاستاذ بهاء الدين شرف الدين من جامعه البحري، دكتور اشرف نعيم من جامعه ام درعا الاسلاميه، دكتور شرف الدين من جامعه النيل، وكذلك دكتور ندى ميومي من جامعه الخرطوم، ودكتور النيل حسين من الجامعه الوطنيه، ودكتور طماضه من كليه النهضه، وكذلك دكتوره زميلتنا من كليه الفجر فضلت عدم ذكر اسمها. انا بشكركم كثير على متابعه المقطع ده، وبتمنى لو عندكم اي سؤال اتركوا لي في تحت التعليقات، ولو في اي تعديل برضو برحب به، وممكن الناس تكتبوا تحت. واتمنى انكم تنشروا في الجروبات المشابهه على اساس ان الناس تحصل الفائده، واكون جاوبت السؤال اللي سالت له في فترات كثيره، موضوع شنو، موضوع التيتشنج او التدريس. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على محمد.